صلوا بينا على النبي. اللهم صل علينا يا رسول الله. مين ابن حلال حيفتح الباب؟ مين حيحط عطاه؟ 150 150 150 150 نزود من ذال من صحن ماء الحلال 60 بحد يزود على 60 165 مين زود؟ 170 البدنوني 170 خش على الصاحب خش على اللي بيلعب يا هادي 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 كلمة ونص وحكسر 170 حلال عليك يا بدنوني كتير يلا ارد غيره ولا معلم سويلم صباح خير صباح خير يا معلمين يا بسلطي بتنوني ماله البتنوني يا لهوي يا لهوي يا لهوي ماله البتنوني ما خطيش يا ابوي سليمه ان شاء الله دخليني جوه تعال تعال يا اخويا دخليني جوه لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمك يا بتنوني شيلي حلال عليكي المرحوم البتنوني 176 مال المعلم خاطف المزاد ليه؟ انت اطرش مش سامع نقول المرحوم البتنوني تبقى دي مراته حد مرات المرحوم المخرانة ابن حلال مين اللي هيفتح الباب؟ 160 قرب على البولتي ايوه بتاع البانية انت عايز اي حاجة؟ 3 كيلو بولتي قرب على البولتي الصاحي بتاع البانية يا بولتي الجمالات دي من 10 سنين كانت بتقشر جمبري زينا قبل ما يجوزها المرحوم البتنوني خش على الشخرة خش على الصابع الشخرة فوزي رميت الشبك في البحر وجاله رمي الشبك ليا طلعت لي بياسة قمر وياها حصل على المياس اللي مش لاقي اكيله يا سي فوزي يا رايح يا زحمت ما تجيبه يا بوي يعني خف تعوم ما تبقاش تجيلك ده احسن تلطف ما تجيبش واصل ام سمير البلانه عندي تحت تحب ابعتها لك بلانه ايه بقى يا استاذه زكيه ما خلاص راحت علينا نعم راحت عليكي ازاي ده انت لسه في عز شباب وتلاقي معلمين شادر السمك هيتهبلوا عليكي انا كفايه عليا هنادي ربنا بس يقدرني واعرف اربيها واعلمها طب بكره تشوفي المكان يجي لك عدلي وواحد معلم كمان انا مش بدفع 5 جنيه وما انت قضيت الترابيزه المعلم عايز مني ايه تاني عايز كبتي اخلص ده قطع لسانك يا زافر انا زجر يا وليه الشنك يا جلد الادب انا اشتكى يا بنات انا جافر ما بتش قادر اتلم يا وليه اتلم يا احسن اكلك الظبط اللي تحت الشيك انت تاكلهولي ده انا اكلهولك واكله للتخين اللي اتشدد لك في الشادر خلاص يا بنات وادي سبوبتك يا ايه انت هتضرب ورا انت ايه انت عامل لي راجل هتضرب يا ابن المركوب هتضرب زي كم بضربوا من رزايقة بدي ولد الطعوة حوى رجالة الوزادة بضربوا في رزايقة ناكهم امي قلت
سيادة النائب واصل اهو. حاضر يا فندم. مع السلامة. أهلا يا سيادة النائب. أهلا بيك يا ولد. عارفين مين اللي كان بيتصل بيا دلوقتي؟ السيد مساعد الوزير. وطلب مني إن الموضوع ده لازم يخلص النهاردة. طمن يا إبراهيم بيه. معلم عتريس والمعلم سويلم طول عمرهم إخوات وحبايب. بعد إذنك إحنا هنخلص الموضوع ده عرفي. مجلس عرب يعني. أوي أوي. ومال؟ عظيم. طب بعد إذنك أنا هاخد المعلمين معايا على البيت. بالنسبة للولاد اللي بره دول سيادتك امر انهم يروحوا، مفيش داعي المحاضرة. ايوه بس ما تخافش يا ابراهيم بيه، مفيش حاجة هتحصل. إذا حصل حاجة أنا المسؤول. طبعا أنت اللي غلطان يا معلم عتريس. تضرب واحد من رجالتي إزاي؟ غلط؟ جلد أبوه؟ تقول لي ولو أنا ما أدبتهوش وخليته جاك لحد عندك وباس الظبط اللي تحت رجليك يبقى ليك عندي كلام تاني. إنما أنت ورجالتك تضربوه. جرعية في الدنيا يا ولاد. هي الجوالب نامت والانصاص جامد، بقى حتة عيل اشتنك زي ده يزق جنان المعلم عتريس وتقول لي استناك لغاية ما تاجي واشتكيهولك. مش ده اللي اتعلمناه من أبهاتنا وجدودنا ومشينا عليه من الأزل؟ يا أخوانا أنتوا طول عمركم بلديات وقرايب. بعد إذنكم إحنا مش هنتكلم في اللي حصل ده تاني. الحمد لله ربنا ستر وعدت سليمة. يلا يا أحمد قوم بص على رأس المعلم عتريس. قوم يا أحمد بص على رأس المعلم. حاضر يا ابوي اقوم احب على راسه وعلى رجليه كمان. خلاص خلاص قلت لك خلاص خلاص نسمع. خلاص يا احمد اتفضل اقعد اقعد يا شيخ. اظن كده صافي يا لبن يا معلم عتريس. امرك يا محسن بيه، ربنا ما يحرمناش منك ولا يحرمنيش منكم كلكم. بس عايز اقول حاجه يا سعاده البيه. اتفضل يا معلم صفوان. السماكه اللي اسمها جمالات دي لازم تسيب الشارع، هي السبب في المصايب دي كلها. مين جمالات دي؟ واحده ست سماكه وقفت في الشارع بعد جوزها ما مات، منها حلوه ومبلبطه زي المياسه، هي السبب في القلق ده كله. القراميط بيلفوا حواليها ولا ايه؟ ابوي القراميط والشيلان والقروش كله على كله. خلاص من بكره جمالاتي ما تدخلش الشارع. ممنوع الدخول. انت ما كفتكش علقه امبارح، عايز تاكل علقه تانيه؟ برضه ما فيش دخول. خلاص خلصنا. خلصت روحك يا اخي. تخلص ما تخلصش مش ده المهم، المهم انك مش هتعتبر ما مش شادر للتالي. مين اللي هيمنعني بقى ان شاء الله؟ انت؟ لا جمالات عاوز مالهش دعوه. معلمين الشادر هم اللي قالوا كده. معلمين مين دول يا سي احمد؟ معلمين الشادر يا سي احمد. المعلمين يمنعوني انا من اكل عيشي؟ ده ولا المعلمين ولا اللي خلفوهم يقدروا يمنعوني. اوعى تدخلي. اوعى. يرضيك اللي بيتقال ده يا معلم حموده؟ عايزين يمنعوني من اكل عيشي؟ طب ليه انا عملت ايه؟ ده انا بربي يتيمه يا ناس. هي ايه الحكايه؟ هي الناس دي عامله ربطي عليا ولا ايه؟
يرضيك؟ يرضيك كده يا سيد المعلمين؟ عايزين يقطعوا عيشي، طب اكل منين؟ ارب البيت اليتيمه دي ازاي؟ هات جفه ولم فيه الزفر دي ورميه بره الشادر. يعني ايه؟ عيش نقطع خلاص ولا ايه؟ عندك الجفف كتير. لا لا، كله منك، كله منك انت يا عدريس الكلب، كله منك انت. حفرك عليك الشادر ده كله، حقد كلب وابن ست الكلب يا زبطة يا بنت الزبطة. فور من الجهة حفرك عليك الشادر، حفرك عليك. أعمل بتمد ايدك على وليا، بتمد ايدك على وليا. ارموا الزبالة برا، قوم برا، قوم يا وليا. رجالة عليا برا، رجالة على وليا، يلا برا على وليا عشان ماليش راجل. برا على وليا، برا يلا وليا، يا معلمين برا. حفرك في رب، في رب عليك، اوعي تعتب ايدك. برا برا يا ولاد الكلب، حفركوا حفركوا. راجع راجع الشادر تاني، راجع وحيا انت. دول قطع 1162. طيب اللي تشوفه حسابك 1162، ادي 1000 وادي 162. طب توزن لي دول كمان. هو الحاج هيتأخر؟ هو هيجي على الليل كده. طب قلت ايه يا معلم ابراهيم؟ والله مش عارف، يعني حكايه انك تشتغل معلمه سمك وفي الشادر دي مش داخله دماغي شوي. وعموما اسال ابويا الحاج. ايه اللي يمنع ان انا ابقى معلمه؟ معرفش، بس اللي انا عمري شفت معلمه في الشادر ولا سمعت من ابويا عن حاجه زي كده. وبصراحه بقى انا خايف للمعلمين يزعلوا. وهم المعلمين هيزعلوا ليه بس؟ ده انا حابيه بره قدام الشادر. بعدين انا ما اعرفش اشتغل حاجه تانيه غير ابيع سمك. اسرق بس يا ربي ولا انهب ولا اعمل ايه؟ اعمل حاجه بطاله؟ ده يرضي ربنا يا معلم. حاشا لله يا ست جمالات، ربنا يسترها عليك وعلى الولايه اللي زيك. شوفي انا هبعت لك كل يوم 4-5 طرود بلط على قراميط، واظن ابويا الحاج مش هيمانع في كده. ربنا يخليك. استغفر الله. الهي يعمر بيتك، ربنا ما يغلب لك وليا يا شيخ. خد دول 1000 جنيه. ما شاء الله مع الصاحي، قرب على البوري. بتقالي فيه يا عبد الرحيم؟ يعني لسه صاحي اهو، على عينك يا تاجر اهو. الصاحي قرب. ما تبطلي الحرمة بلاش كلام فارغ. ومال الحرمة انت العادي، كفرت ولا كفرت؟ ابقى سلم لي على حرمتك. خش على البوري. سمعت كده الطرق يا جدع انت؟ ما انا سمعته جايش كده. انا عارفه انك سمعته شبريك اتزفرته. خش على البوري. خش على الصاحي. يلا خش 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 على البوري. خش على الصاحي. قرا البلطي البوري. هاتوا اكل وزر قشطه ان شاء الله. هتسمعونا الفتح. طب وفضلا. جمالات مالها؟ فتح مزاد لوحديها قدام الشادر. صح يا سعدي؟ ايوه زي ما بقول لك صحك ده يا احمد. خش على البياع، خش على الصاحب، خش على البلطي. الله عالي يا ست جمالات، عشنا وشفنا اهو، ده اللي كان ناقص. جمالات جمالات، حضرتك اقول لك يا جمالات حرف ولا اقول لك يا معلمه؟ قول اللي تقوله كويس يا سعد. حكاية دي عاملة خبالة في الشادر كله، المعلمين هيقولوا انهم مش هيخلوكم في عين واصل. ولا يهمك يا سي احمد، هيعملوا اكتر من اللي عملوه. جدع، راجلة من ظهر راجل. انا برضه راجلة يا سي احمد. يخرب بيت مظني. راجل ايه بس يا ست جمالات؟ ده انت ست ستات.
بقول لك ايه يا سامر، ما تيجي تحط ايدك في المشكله ان شاء الله، ايه رايك؟ ما تقدرش يا ست الجمالات. ليه ما تقدرش؟ ليه خايف؟ انا ما اعرفش من حد واصل للجمالات، انا ما اعرفش اللي هيخوفني، بس انا مش عاوز المعلم سويلم يزعل مني، دي برضه بلدياتي وخيره علي. طب ما هي هتصرخ. ما انت مش هتخليها تلحق تصرخ ولا حتى تخلي حد ممكن يتدخل. لا، انت هتقوم ماسك الطرود وملجحهم في الشارع على طول دراع لما تخلي كل سمكايه بجيه، مفهوم؟ وجب وجب يا معلم. 170 معلم سويلم. نيجي على اخر الزمن ونتهزق؟ معاش اللي هزقنا يا معلم عطريس. خبرك ايه يا دي احمد يلا؟ من امتى الصبيان بيتدخلوا في كلام المعلمين؟ ابا تطبعها لما تبوخها تقليل الحي. خبرك ايه يا معلم سويلم؟ مالك كده يا ابوي؟ اسمع يا واد، ثلاثة بالله العظيم ان ما اتعدلت وفتحت مخك الظلم دي لكن شحنك على البلد. انت تشحنها على البلد؟ ليه؟ هو انا جوف في السمك ولا ايه؟ ثلاثة بالله العظيم لا انت ولا تخف في الشارع. والتواعد عني. انا ما قلتش كده، انا بقول انك انت زودتها شويه. انا ما زودتهاش، هو اللي غلط الاول وانا رديت عليه. طب ما نزلتش الشغل النهارده ليه؟ يعني هو المعلم كان سال وقال احمد ما جاش ليه؟ لا ما سالش. يقول خلاص انا مش هشتغل عند المعلم سويلم تاني، والارزاق على الله. احنا وهبتنا 5 جنيه بالصلاه على النبي. 5 ايه؟ 5 جنيه؟ ليه يا الدلعاني؟ قالوا لك عليك راضي على دق عصافير. واحنا كمان ما نتاكلش اوان طالع. لا يا واد الدفتر تعالى هنا توقف. لا يا واد هات الدفتر، يخرب بيتك هات الدفتر، هات يخرب بيوتي وهات الدفتر. يا انت الحاج احمد انت مالك انت؟ بقول لك هات الدفتر. انت مالك؟ اديله. ايه ايه عزيز؟ طيب يلا الله يخلي جرامك حاجه يا شيخ احمد. الله يخليك، الله يفتحها في وشك يا شيخ. انما انت ما رحتش الشغل النهارده ليه؟ ما نزلتوش ليه؟ يعني اهو الواحد بيريح جيتك في شويه. طب اسمع بقى، اما اقول لك ما بديهاش، احنا نشتغل سوا يا شيخ احمد. قلت ايه؟ معلش ما اقدرش يا جمالات. ما تقدرش ليه بقى؟ المعلم سويلم واديك سبته. انا مش عشان المعلم سويلم ولا التخين في الشادر، انا مش عايز عيل سنزي فريقول احمد ساب سويلم وروح اشتغل مع حرمه. اذا كان على دي بسيطه، انا يا سيدي اللي هشتغل معاك. كيه يعني؟ انا نادي على السمك وانت افتح المزاد. قرب خش قرب، السمك الصاحي الطازه قرب بتاع الحاج عبد الرحيم. قرب خش اهو على عينك يا تاجر، صاحي طازه قرب خش 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 قرب. فتحوا الصلاه على النبي. استنى يا تباع، ما تنزلش حاجة. مفيش سمكاية هتنزل غير للمعلمين اللي لهم دكاكين جوا الشادر. سامع يا ابن عبد الرحيم؟ أبويا اسمه الحاج عبد الرحيم يا معلم عتريس. أنا ماليش صالح إن كان أبوك عبد الرحيم ولا عبد الكريم. أنا بقول مفيش سمكاية واحدة هتنزل لمخلوق في الشادر غير اللي قلت لك عليهم. ليه يا معلم؟ انت مش بتجيلكم انت والمعلمين عربيتكم كامله وفيها 100 طرد سمك؟ عاوزين ايه تاني؟ احنا هناخد حموله العربيه كلها، ابوك العميل بتاعنا وما يتعاملش مع حد تاني. بس ده ما اسموش كلام يا معلم سويلم. لو ما كانش عاجبكم رجعوا لنا التامين بتاعنا. خلاص يا معلمين، اقطعوا حساباتكم وجهزوا كومبيالاتكم واحنا هندفع لكم اللي ليكم. نزل يا ابني 10 طرود هنا
وانت سيد ادخل الشادر جوه، بلغ كل المعلمين اللي عايز سمك من بتاع الحاج عبد الرحيم يجي يشيل. نزل يا ابني. استنى يا سواق، وكمان مفيش ولا معلم من اللي جوه الشادر هياخد منكم سمك. يا واحد كلام ايه ده يا معلم عتريس؟ هو كده، خد السمك بتاعك روح شويه. نزل يا ابني حموط العربيه هنا. بعد اذنك يا معلم ابراهيم، نفذ الكلام اللي قاله لك المعلم احمد. يا تسعمية تمانية وتسعين، تسعمية تسعة وتسعين، ألف جنيه يا بوي. النهاردة بعنا بألف جنيه كاش. الشقق عندك كام؟ 4000 جنيه. يعني احنا النهاردة بعنا بخمس آلاف جنيه في 10%. انت قصدك على عمولتنا؟ ايوه. هيطلعوا حوالي 500 جنيه. 500 جنيه؟ يعني انا النهاردة كسبت 250 جنيه؟ ده كلام ولا الحواديت؟ اهلا اهلا يا حبيبتي، تعالي تعالي سلمي على عندك احمد. تعالي انا بقول نخلص على الولد ده ونخلص منه. تخلص على مين يا معلم عتريس؟ دي عيلته في البلد فيها رجاله تاكل الزلط وتغمسه بالدم. لا 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 لا، انا ما فيش ابدا على اسلوب العنف والتصفيه الجسديه دي. ولا مؤاخذه هنحلها ازاي يا محسن بيه؟ معلم عتريس، البيع بالمزاد بره الشادر ممنوع قانونا. قانون ايه يا سعاده الملك اللي منعنا من اكل عيشنا بعرق جبنه؟ يا ست جمالات، انت لما جيتي وطلبتي حمايتك من معلمين الشادر مش وفرنا لك الحمايه؟ حصل يا سعاده البيه، بس حضرتك دلوقتي بتقول انكم انتوا اللي هتمنعونا من البيع قدام الشادر. ايوه، لان المعلمين بتوع الشادر طلبوا بتنفيذ القانون، والقانون بيمنع البيع بره الشادر. يا سعاده البيه، وسيادتك راجل مفتح وابو المفهومية، أنا هو أحسن أخالف الجنون وأكل لجمتي بشرف وبعرق جبيني، ولا ما أخالفش الجنون وأسرق، ولا تخلي ثلاثة أربعة من معلمين الشادر وبرضه هطلع براءة بالجنون؟ الكلام اللي بتقولوه ده مفيش منه فايدة، من بكرة مفيش مزايدة بره الشادر. لا يا سعادة البيع من المعروف، ادونا فرصة بس نلم مال الحاج اللي متنطور عند السماكين. يا سعادة البيه، احنا ما عم بيعوش كاش، احنا عم بيع عنوتة. طب أنا هديكم مهلة يومين علشان تلموا فلوسكم. ما يكفوش يا بيه، خليهم سبعوا حتى ابوك، دي برضه شرطه في خدمه الشعب. زي بعض، هنخليهم اسبوع بس من النهارده. تشكر يا بيه. وبعدين يا سي احمد، في المصيبه السوداء اللي احنا فيها دي يا ست ولا همك، رزق العباد موجود ونعم بالله. الكلام ده صح يا سعدي؟ ايوه يا احمد، وهيكون بعد بكره. طبعا لازم كل بالعام. اباه والشاي. مين؟ انا احمد ابو كامل. خير يا سي احمد، في حاجه؟ لا مؤاخذه ست جمالات، الدنيا ليل بس ما قدرتش استنى لحد الصبح. خير في ايه؟ انت عارفه دكانه المعلم مصطفى؟ مصطفى، مصطفى الورداني؟ مصلحه الضرايب حجزت على الدكان عشان ليها 30,000 جنيه على مصطفى. طيب وبعدين؟ مصلحة الضرايب أخدت حكم نهائي على مصطفى إنها تبيع الدكانة في المزاد. طيب وبعدين؟ جرائيها جمالات، وبعدين وبعدين هندخل المزاد طبعاً. يوه، هنخش بيه يا حسرة. بالحج عبد الرحيم يا عبيطة. 30,000 جنيه. 32,000 جنيه. 32,000 جنيه. المعلم سويلم 32,000 جنيه. 35,000 جنيه. 35,000 جنيه. المعلم صفوان 35,000 جنيه. 40,000 جنيه. 40,000 جنيه. المعلم سويلم 40,000 جنيه. حج عبد الرحيم، 40,000 جنيه. 40,000 جنيه. 45,000 جنيه. 50,000 جنيه. ونص. 50,000 ونص. 70,000 جنيه. والنص. المعلم احمد 70,000 ونص. 90,000 جنيه. المعلم عتريس 90,000 جنيه. والنص. 120,000 جنيه. المعلم عتريس 120,000 جنيه. 120,000 جنيه. المعلم عتريس. مبروك يا معلم. هلا عليك، ابقى اجرها مفروشه. يلا بينا يا معلم ابراهيم. لا تفضلوا انت، انا هستنى مسحب التامين بتاع المزاد. يلا يا جمالات. ساعة
سمعت يا ده على الزفلوط اللي كان عايز يعمل فيها حوت؟ ايوه بس يا خساره، لا عارف يبقى حوت ولا يرجع زي ما كان زفلوط. كانك يا ابو زيد مغازيل. وانا رحت يا ولدي ولا جير لا وكله ولا النياسه مالها يالا بقت شطرونه زبط. تتجوزين يا جمالات؟ مبروك بالرفاق والبنين. الحمد لله. شجاع؟ الحمد لله. الله يهنيك. والشيف؟ أنا في إيه؟ الحمام على إيدك. هنشرب الشاي ولا ايه؟ عاوز تشرب الشاي؟ يا ريت. عيني الاتنين يا روح قلبي. روح قلبك؟ صح يا جميلة روح قلبك؟ اه طبعا. امال اتجوزتك ليه؟ ولا انا عاوز اشرب شاي. حاضر هعمل لك الشاي. اتفضل. تسلم يدك. اشرب الشاي وتعالى علشان تنام. شاي يا ابوي. خش على الصح، خش على البلطو. خش على المياس. وهو نصيب الفتوة. ايه صباح الخير. يا صباح العسل، يا صباح الحلاوة الطحنية. صباح يا مبارك يا عروسة. يبارك فيك. مين من حوالي ما تنزليش؟ يو راح اصحى البيت عشان تروح المدرسة. صح برضه. مشيها وتعالي. يا ابوي اتاري الجواز ده حلو قوي قوي يا ابوي. استني السندوتش ده تاكليه مش ترجعيه زي كل يوم، فاهمه؟ وتخلي بالك من العربيات، تبص شمال وتبص يمين. حاضر يا ماما. مع السلامه. قولولو 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 قولولو
تعال يا بطل تعال. لا بقول لك تعالي بقى انزل لك. عاوزني اجي؟ اي طب غني. طب هغني. تعال. طب غني. طب تعال. ويا مين اللي عمل ساب البتري من دول؟ عالي غني. طب هغني. تعال على مين؟ ايوه 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 تعال. ايوه 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 اوبا. غني بقى. هغني بس بشرط. ايه هو؟ شيليني الاول. يا راجل اشيلك ازاي؟ كده اهو. يا حلوة يا شيل المظلط. يا حلوة يا شيل المظلط. يا راجل اوعى كده اوعى كده. الغنية وتقول ده اللي سقيني مش وقع عيني. استني بس شوف مين اللي جاي. دي فاطمة. خلي فكرة قاعدة. ما تنزليش انا جاي. طيب طيب روح. ايوه ايوه جاي. طيب اهلا اهلا عم الحاج. اتفضل. اهلا وسهلا. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا عم الحاج عبد الرحيم. اهلا وسهلا. بس ايه التعب ده؟ مفيش تعب ولا حاجه. الله يخليك. ده الحاج عبد الرحيم يا جمالات. اهلا وسهلا يا حاج. اهلا بيك. اهلا يا حاج. اهلا بيك يا بنتي. مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك. اعمل لنا شاي يا جمالات. لا لا مفيش داعي يا ابني. انا جاي لكم في كلمتين وبس. خير يا حاج. معلمين الشادر بعتولي النهارده عاوزين يرجعوا يتعاملوا معايا تاني. طب واحنا يا عم الحاج؟ المهله اديها لكم البوليس تنتهي بكره. ادي الالف جنيه التامين بتاعك يا ست جمالات. استنى بس يا عم عبد الرحيم. الف جنيه وزفتين. اسمع يا عم الحاج. انت هتبعت لنا عربيه السمك بتاعتنا زي ما هي وانا هتصرف. ايوه يا ابني. بس انت هتتصرف ازاي؟ مالكش دعوه ما تخافش. سمكك هيكون في الحفظ والصون في رقبتي يا حاج. مع السلامة. انت قول لحاج عبد الرحيم كله تمام. سلام يا اخوي. سلام. تعال تروح فين؟ هركب عشان نتوكل على الله. لا انت هتتكل على الله على البيت. بيت؟ ليه؟ هو انا مش هروح معاك؟ لا انت هتروح البيت. مكانك هناك. ازاي بقى؟ بعدين معاك يا جمالات. انا قلت على البيت يعني على البيت. افهم. ما انا طول عمري في الشادر من وانا صغيره. ايه اللي كان جاره؟ طيب انت كنت هتروح الشادر قبل ما اتجوزك. دلوقتي انت مرتي واحنا ما نشغلوش حريم. يا احمد انا لازم بعدها لك يا جمالات. انا قلت على البيت يعني على البيت. ما تعطلنيش. اجري. يلا يا ولد. يلا يا معلم. يلا عم شهيد. الهمه. الطاولة دي. يلا يا جابر. هنا. حاضر يا معلم. دول 900 عدوا. يلا قول. أنا عسلمك بسعر السوق النهارده. قلت ايه؟ ماشي. لازم الكميه كلها. ماشي. نزل يا ولد. يلا يا جابر. سمك صاح. شوف. ايه ده؟ هتفتح الباب وانت لابسك ده؟ انا مش سألت مين قبل ما افتح الباب. يلا قوم بقى اغسل ايدك علشان تتغدى. ده انا عامله لك ده كربط يستاهل بقك. ما اغسلش. ما اكلش. ماليش نفس. نفسي مصدوده. انت زعلان مني؟ ها؟ زعلان مني؟ حقك عليا.
خلاص بقى ما بقاش دمك تقيل امال. ها يلا ما اكلش. على خلاص بقى امال وبعدين معاك. يلا بقى يا راجل نتغدى قبل الاكل ما يبرد. يلا بعدين خلي الغدا بعدين. تعال. طب والجراميط بكام؟ زنجاوي والمكرونه من 160 قرش ل 2 جنيه. ايوه 2 جنيه 2 جنيه. كتر خيرك يا ولد العم، ابقى عد عليها في البيت عشان تاخد حسنتك. مع السلامه. يلا يا ولد رايح. مش خبر ليه؟ مش عايزين اجيب عربيه، عايز افهم يعني. لا مش دلوقتي، انت لازم تدخل الشادر معلم. ما انا لما هركب عربيه هبقى زي معلمين الشادر ونص كمان. المعلمه ان يكون لك دكان جوه الشادر. اسمع كلامي. جوه ولا بره هتفرق ايه؟ كل يا نادي. خد يا اختي كل. كل يا بنت عشان تكبري وتكلبصك ده. خد من ايده. خد بس. صح الكلام ده يا سعدي؟ وانا قلت لك على حاجه قبل كده وما طلعتش صح؟ ده انت مالك الحلاوه؟ حلاوه كبيره قوي. الشاي يا احمد. ما تخلصينا يا جمالات عاد. حاضر يا روح جمالات. يا ست انت اللي روحي، روح اللي خلفونا بس خلصينا. احسن واحد من ولاد المركوب يسبقنا ولا حاجه. ما تخافش يا بوي، محدش هيسبقك واصل. طبعا يا ست مسامية، أنا أولى بدكان المرحوم من الغريب، وأنا تحت أمرك. كتر خيرك يا معلم أحمد. إيه، طب في الدكان كام يا ست مسامية؟ طبعا أنت راجل في السوق ومش غريب على الشادر وعارف الأسعار. معلش، ما هو أنت طبعا سألتي وعرفتي. أنا سمعت إن التمن من 30 ل 35 ألف جنيه، وحسب مكان الدكان. وانت عارف طبعا ان الدكان في اول الشادر. طبعا اللي قالوا لك على الثمن ده عيربوط راسك عشان ما تبيعيش، مش كده يا جمالات؟ مظبوط يا سي احمد. الدكان ما عجبش اكتر من 30 31 الف جنيه، انما عشان خاطر المرحوم انور وسامي اللي بعتبرها زيجته الصغيره، انا هدفع لك 35 الف جنيه كاش. واني موافقه يا معلم احمد، الله يبارك لك. وادي العقد، خليت سعد قريبي كتبوني وانا بصمت. انت هتبصم هناك. نعمة ربي. 30 ألف جنيه يا ست مسامي. سبعين. اللهم صل على كامل النور والهدى. ابن حلال يفتح الباب. كم عطاكم؟ ايوه بس الدكانه اتباعت خلاص. ما احنا عارفين انها اتباعت، وعشان كده معلمين الشادر بعتيني عشان اجابلك. وماله يا اخوي، اهلا وسهلا، اتفضل. اتفضل يا معلم. يا ساتر. بس انت كده تبقى رميت الدكانه بتراب الفلوس، ولو المجلس الحسبي عرف ما هيسيبش الحكايه دي تعدي على خير واصل. ده مال يتمه مال قصر. ثم ازاي يا مساميه دكانه تمنها على الاقل 100 ألف جنيه تبيعيها ب 35 ألف؟ انا عارف اقول ايه. أنا اشتريت منك ب 100 ألف،
وادي 10,000 جنيه عربون. بس يا سعادة البيع، وانا عايزة اعمل محضر اثبت فيه ان انا رجعت في البيعة دي عشان اخد صورة من المحضر واقدمه للمجلس الحزبي، ومستعد ادفع 10,000 جنيه بتوع الشرط الجزائي. واني ما ارجعش في الكلام، والدكان فاتحه وقعد فيه، والتخيل ما يقدرش يطلعني منه. ايوه يا معلم احمد، احنا لو عملنا المحضر اللي الست بتقول عليه ممكن المجلس الحزبي ما يوافقش على البيع، وانا من رايي انت والست سعيده تتراضوا احسن. حاضر يا سعاده البيع، موافق. انا هدفع لك 35,000 جنيه تاني يا ست مسامي. قلت ايه يا ست سعيده؟ هو المعلم احمد مستعد يدفع لك الضعف. ما ينفعش، الدكانه تمنها 90,000 جنيه تروح ب 70,000، ده حرام عليكوا يا عالم، ده مال قصر مال يتمه. لا يا بيه مش موافق. يعني انتوا عايزينك ده؟ طب اعمل المحضر يا بيه. طيب يا ست سعيد، المطلوب منك دلوقتي تروح المحكمة تراضي في الخزينة 35,000 جنيه اللي دفعهم لك المعلم اللي اسمه احمد ابو كامل ده، زائد 10,000 جنيه بتوع الشرط الجزائي. مش قلت لك في المجلس الحزبي ما تضيعش حقوق الجثة ابدا؟ وبعد كده يا سعادة البيه، احنا هنبعت خبير يعاين ويتم الدكان وهنقفله لحد ما نعمل لجنة تعمل مزاد وتبيعه لصالح الأسرة. منك لله، منك لله يا عدريس الكلب، وريني فيه يوم يا رب بحق دي الأدان. وانت هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي بعد المجلس الحزبي ما قفل الدكان وشمعه بالشمع الأحمر؟ هتفضل قاعد حاطط لي ايدك على خدك كده زي الولاية؟ اسكت يا جمالات، ما تتكلميش، كلامك ماسخ زي السم. هتكوني طلقة بالتلاتة لو التخين في الشادر قدر يتعطعني من قدام دكاني، عايش ليه بعد كده مال؟ أنا ما عملتش حسابك النهارده في السمك يا معلم أحمد، لأن دكانك مقفول. يعني السمك ده مالش فيه؟ أيوة يا معلم، مالكش. تلاتة بالله العظيم يا عميل الكلب يا ظبط، ما فيه سمك أي حد ينزل في الشادر ده إلا بعد ما أخد الكمية اللي كانت عجيني كل يوم، فاهم ولا لا؟ أنت مالكش عندي غير فلوسك، وأني هدفع حالك. تدفعهم لي؟ طب هم فيه؟ كلها ساعتين تلاتة والبنوك تفتح، وأني هديلك ال 3,000 جنيه بتاعتك. لا، ما استناش ولا دقيقة. ال 3,000 جنيه بتوعهم، خد اديهم له. بقول لك ايه، انا ما هاخدش فلوس، انا هاخد سمك والتخين في الشهر اللي يقول لا. اطلع يا تبع الكلب يا زفر، نزل الطلبات بتاعتي. سعدي ايوه يا معلم، هات الشهرين ياخدوا السمك يودوه قدام الدكان بتاعي المكفول بالشمع الاحمر اللي عليها الطايف بالثلاثه، ما هيفتح بابه غيراني ان شاء الله. انسحب دم الملوك. احمد ما تتهمش حد ازاي يا سعادة البن، ضربوه برصاص معلمين الشادر ورجالاتهم. ها بس ما تتكلميش واصل، ما تدخليش في الموضوع ده. اكتب يا بيه، انا ما اتهمش حد. ايوه بس مراتك بتقول. خبرك ايه يا بيه؟ هو انا اللي انصبت ولا مرتي؟ اقول لك ما حدش طخني، انا اللي انصبت بعيار طايش. يا هادي يا هادي الهدى يا رب. ده السمك بتاع المعلم احمد. معلم احمد؟ ايوه. وفين المعلم احمد ده؟ والله انا هسيبكم تحطوا السمك قدام الدكانة المجهولة دي، بس مفيش مزاد هينفتح ومفيش بيع الا للمعلمين اللي لهم دكاكين في الشادر، والسمك ده هيفضل هنا لحد ما ينتن. يا عدريس الكلب يظبط، اني السمك ينتن قدام دكاني. عشان كده انا بقولك لازم اروح الشادر تاني، ولا انت عايز الدكان يطير مننا؟ هتروح الشادر كيف بس يا جمالات؟ انت عايز الزفرين يقولوا ان مرات المعلم احمد ابو كامل؟ لا يعني حقوم. تقوم تروح فين؟ انت عايز تموت نفسك؟ الله، عايزهم يفرحوا فينا؟ ده انت لسه دمك سايح يا راجل. يا قلة رجالتي فيك يا مصر. بس يا سي احمد، بكره تخف يا اخويا وتخرج بالسلامه ان شاء الله، وتلاقي كل حاجه زي ما هي. بس عشان خاطري، عشان خاطر الدكان ما يروحش مننا، سيبنا روح الشادر. انت مش كنت بتقولي ان انا راجله من ظهر راجل، ولا انت بقى رجعت في كلامك تاني؟ بقى حته عيل اشتنك زي احمد ده يسحب طبنجته وعاوزيننا نسكت؟ ما نروح نلبس طرح بدل العمم اللي احنا لابسينها دي. معلم عدريس، احمد ربنا ان احمد ده ما ماتش. الولد ده لو مات
كان الشادر خرب. عيلته ده رجاله تحت الزلط يا خلق. صح يا معلم كده. انا كمان بقول حكايه ضرب النار دي بطلت من زمان، من ايام ابهاتنا. حتى انت يا حموده، وايه يعني لما عيار انطخ؟ احنا كنا خرجنا خرج في الاسلام ولا ايه؟ اوه امني يا ابوي. والله يا عيال على معلمين اخر زمن، رجاله ورق. قدر ولطف يا معلم احمد. كتر خيرك يا معلم سويلم. اللي اقول لي يا ولد العم، تفتكر مين اللي طخني بالعيار؟ يعني ما اعرفش يا معلم احمد. طبعا هيكون مين يعني؟ تلاقي عيار طايش. يا سلام يا معلم سويلم لو عرف اللي طخني. ثلاثة بالله العظيم لأنسر نساير نساير. خش على الصاحي. افتح المزاد يا سعد. آمين. اتكل على الله يا سعد. 150 160 160 الله عالي يا شادر. 170 على آخر الزمن بتمسك المزاد فيك. مالها المرأة زفر يا منتن يا جايف؟ عشنا وشوفنا رجالة آخر زمن بيلقحوا كلام زي النسوان. طبعا ما هو اللي يضرب بالرصاص في الضلمة زي النسوان يلقح برضو كلام زيهم. صفخص معلمين عرة، معلمين آخر زمن. طب خد بقى. لا انت زودتيها وقليت ادب القوي. اخرس انت. خلاص اخرس انت. كفاية كده عشان خاطري. يوم انت هتعمل ايه هنا؟ قاعده مع رجاله المعلم لحد ما يطلع بالسلامه واكيد العزال. طب روح انت وانا هخلي بالي منهم. ايوه بس. لا بس ولا ما بسش. اتفضلي روحي بيتك. اتكل على الله يا سعدي وافتح مزادك. علي كم عطاكم يا رجال؟ صفوان وقول لهم يروح بكره الشادر متاخرين شويه. خواكين دلوقتي بقى دول عشاء وتعشوا، هيناموا فين بقى ان شاء الله؟ لما مطرح ما ياكلوا. ايه دول اللي هياكلوا الزلط يا جمالات. We'll be right back.
ما اصطلحش يا محسن بيه، انا دمي ساح قدام الشادر. ما انت سيحت دمي ناس برضه قدام الشادر يا معلم احمد. وسمك اللي انسرق يا محسن بيه، اللي انا والمعلمين كلياتهم عارفين مين اللي سرقه. معلش معلش يا معلم احمد. معلش كده يا محسن بيه؟ طب طلعت بالله العظيم مع الصلح وانا اقول يا صلح الا اذا جاني ثمن سمك اللي انسرق 20,000 جنيه. جنيه ينطح جنيه. ادي 10,000 جنيه يا معلم احمد عشان السمك بتاعك. انا قلت 20,000 جنيه يا محسن بيه. يا سيدي اعتبر العشرة التانية دي اهوتي انا. خلاص يا محسن بيه، اذا كنت عاوز ترجع لهم ال 10,000 جنيه دول وتعتبرها عشاك ما عنديش مانع. ادي الاولى يا معلم احمد. استنى خد ادي ال 5,000 جنيه بتوع التامين اللي هتدفعه في المزاد. التامين اللي هدفعه؟ انا مش دافع 35,000 جنيه في المحكمه. روح ربنا يفتحها في وشك ووقف لك ولاد الحلال ويرسي عليك مزاد الدكان يا احمد يا ابن وطنيه بحق الصباح. طب يا جمالات هيرسي عليا المزاد ان شاء الله هنفتح دكاننا من تاني. انا مش قلت لك قبل كده محدش هيقدر يتعتعني من دكاني. توكلنا على الله. ما تستنى شوية يا بيه. انت مستنية حاجة يا بوي؟ محدش جاي تاني. توكل الله يا سعادة الدين. هنفتح المزاد على الدكان المذكور بتلاتين ألف جنيه. 35,000 جنيه. توكل على الله رح رب عياله. اسمع الكلام بدل ما يتكمل. 35,000 جنيه. 35,000 جنيه. يا رجالة احنا لسه ما وصلناش. 37,000 جنيه. 37,000 جنيه المعلم احمد. 37,000 جنيه المعلم احمد. 40,000 جنيه. 40,000 جنيه. 40,000 جنيه وربع. 40,000 جنيه وربع المعلم احمد. 40,000 جنيه وربع. لو فتحت خشمك تاني مش هتلحق تقفله. مين هيزود؟ مش حد هيزود تاني يا سعادة الدين. كفايه ده هو ده توبه. 40,000 جنيه وربع المعلم احمد. 40,000 جنيه وربع المعلم احمد. احنا هنضطر ناجل المزاد ليوم تاني. ناجله ليه يا بوي؟ انا قلت 40,000 جنيه وربع ما حد زود. يبقى المزاد رسع علي يعني. مش ممكن يا معلم احمد. مش ممكن ليه؟ الحكام فيها فرع ولا ايه؟ احنا ما بنقرعش يا معلم احمد، لكن الخبير المسمن محدد ثمن الدكان ب50,000 جنيه. خلاص 50,000 جنيه. انت جيت في جمل يعني؟ مبروك عليك يا معلم احمد، وبعد على المجلس الحسمي خلال اسبوع عشان تدفع الباقي. مبروك. الله يبارك فيك يا سعاده البيت. مبروك يا معلم احمد. الله يبارك فيك. على عليك يا معلم. الله يخليك. على العليك. مبروك عليك يا معلم. الله يخليك سعدي. عليك اليافطه. مبروك مبروك يا معلم. مبروك يا سيد المعلمين. مبروك عليك يا ست الستات. بقينا المعلم عتريس الوزان انضرب بالشومه قدام بيتي وتقول لي اصطلح يا محسن بيه. انا مالي تنضرب بالشومه ولا تنضرب بال ما انا انضربت بالرصاص. قلت المعلم عتريس ولا طخني. طب بلاش دي ذنبي ايه انا ادفع ال 10,000 جنيه التعويض بتوع الشرط الجزائي لمرت انوار؟ والله ما بدا شغلك مع مرض انور. انا ما قلتلكش ادفع لها ولا حرضها علي. معلم احمد عنده حق. مش كده ولا ايه يا معلم صفوان؟ ها؟ اه اللي هتشوفها سعادة البيه ماشي. خلاص بقى يا معلم عتريس. يا بناقص سهرت ليلة. فكرتني. بالمناسبة خيري بيه الفيومي نسيبي عازمكم كلكم ليلة الجمعة الجاية في السهرة بتاعت كل سنة. وطبعا المعلم احمد هيشرف معاكم.
موافق يا سعادة الدين. ده يقولوا انها سهرة كبيرة قوي، وخير به الفيوم هيعزم فيها البهوات والحكام الكبار كلاتهم. ملكة جمالات، خبريه؟ بفكر لو رحت الحفلة دي هتلبس ايه؟ عايزك تلبس زي المعلمين الكبار قوي لما بيروحوا الحتت دي. طب سيبينا من الحفلة دلوقتي، لسه باقي عليها كتير. تعال الشهادة مش هيعرفوني. انت هتخليهم كلهم يفلفلوا منك. هات ايدك هات. جد؟ اهدي يا جمالات. السلام عليكم. بقول لك ايه؟ ايه؟ اوعى انت في الحفلة عينك تبص كده ولا كده اللي احسن. السلام عليكم. مع السلامة. في صحتك. كل سنة وانتم طيبين كده. كل سنة وانتم طيبين. انما يعني خير بيه فين؟ فين ميه؟ خير بيه. شامبانيا عبده. ميه ميه. ثلج ثلج. ثلج عبده. لا يا باشا. بشمبانيا. شمبانيا.
اهلا 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 احمد بيه، شرفت، كل سنه وانت طيب. اهلا بيك احمد بيه ابو كامل من كبار تجار السوق، خير بيه الفيومي اللي كلمتك عنه. صدر صدر لا ثانيه واحده ثانيه واحده كاسه شفت العسل ده. صدر مرحبا ابو كامل. اهلا وسهلا. مرحبا عم احمد. اهلا يا زويلم. اهلا وسهلا. اقعد تفضل. ايه العظمه دي؟ صحه. شكرا شكرا شكرا. اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، منورين. كل سنه وانتم طيبين. ميرسي. مشرفين عندنا. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم بالسلامه. كل سنه اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا مرحبا. كل سنه الحمد لله على السلامه. كل سنه وانتم طيبين. وانت بالصحه والسلامه. ظريف قوي. أهلا 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 وسهلا. أهلا 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 أهلا. ده منصور بيه حامد وبنته سوزي هانم. اتفضل اتفضل اتفضل. عدريس بيه. مرحبا. صفوان بيه. سويلم بيه. ونجمنا الجديد احمد بيه ابو كامل، اكبر معلمين في شادر السمك. منصور بيه حامد. طبعا المزه الليله استاكوزا يا خير بيه، مش كده ولا ايه؟ هي فعلا استاكوزا يا فندم. فرصة سعيدة يا جماعة. الله يخليك. اتفضل يا فندم. جيب سيجارة تانية من اللي معاك. ليلتك أنس. أنت آخر وان هنا. كده منصور بيه ده كبير قوي يعني؟ ده كبير قوي ولد عمي. ولا المياسه بنته تتاكلنا يا ولدي. يا جماعه لو سمحتم لحظه واحده من فضلكم، في عندنا مشروع لبناء مستشفى كبير للفقراء، ومدموزيل سوزي كريمة منصور بيه حامد اتبرعت انها ترقص مع صاحب اكبر تبرع. ها مين هيبدأ بالتبرع عشان نشوف سعيد الحظ اللي هيرقص مع مدموزيل سوزي؟ 1000 جنيه. 5000. 7000. 10000 جنيه. ها مين قال كمان؟ مين سعيد الحظ اللي هيرقص مع سوزي يا انم؟ 15000. 20000. 30000 جنيه. 30000 جنيه. عمرو بيه 30000 جنيه. الظاهر ان الرقصه هتكون من نصيب عمرو بيه. 30000 جنيه. انا هقول اهو الاقونا الاقونا. 50000 جنيه. 50000 جنيه. 50000 جنيه. اسم سعادتك يا فندم؟ احمد بيه. احمد بيه. احمد بيه. 50000 جنيه. ايه اللي عملته ده يا ولد؟ دي سوزي بنت الكبر قوي. واضح ان الرقصه هتكون من نصيب احمد بيه ابو كامل. كلنا بنحيي احمد بيه ابو كامل. اتفضل يا احمد بيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شكرا. مبروك يا احمد بيه. مزيكا. Thank you.
دقيقة. يا ولدي. عايز الحاجة كده. حاجة عربي. تمر. لك يا سي احمد شيل الزباله دي من هنا. هي ريحه العفانة اللي في الشقه دي. دي البلاعه طفحته، بكره ان شاء الله السباك هيجي علشان يصلحها. بقى دي عيشه اللي احنا عايشينها دي. الله، مالها العيشه؟ ما احنا عايشين والبلاعه طول عمرها بتطفح. ايه اللي كان جاره؟ فروج، فرج على السرير كمان. معلش معلش، ده انا دايخه عليها من المغرب، كنت ناوي اذبحها لك عشان تتعشى بيها. معلش معلش. ايه ده يا دليل المطين الطين؟ الفرج عملها على السرير. حنام كيف انا دلوقتي؟ انا مخنوق، ده ما بقتش عايشه دي. اف بقول لك ايه، بقول لك ايه يا سي احمد، ما تفك يا اخويا البتاع اللي في رقبتك دي. مش يمكن هي دي اللي مضايقاك؟ اصلك ما انتش واخد عليها. مش الزفت اللي مضايقاني، انا قرفان من العيشه اللي احنا فيها. طيب طيب، رحت الحفله؟ ها انبسطت؟ ايه الريحه المعفنه دي؟ تاكلي ايه؟ نفسي راحت على سردين وبصل اخضر. بصل اخضر بالليل؟ راحت خشمك زي القبر. مش كفايه ريحه الكنيف الزفت ده؟ بقول لك ايه، انا هنام الليله هنا في الهواء لغايه الصبح ما يجي، وحنشوف مطرح تاني، حنمشي من هنا خالص. ايوه شرفت يا بيه. انزلي يا اختي، اسم الله عليك انزلي. هات الشنط. حاضر. يلا يا جماله. ايدك يا هناك. انه عايش. والنبي يا اخويا، شقتنا القديمه كان ريحه خف من هنا ولا السطوح ده؟ الواحد كان يبقى واقف فوق السطوح كده وشاف مصر كلها تحت منه. مين اللي على السطوح واللي جاب السطوح؟ انت بتديني ضهرك ليه؟ انا بقول الحق. عامل ايه يا جمالات؟ وانا كل ما اكلمك على حكايه الخلف تقولي روح للدكتور، روح للدكتور، روح للدكتور. روح للدكتور ليه؟ انت اللي لازم تروح للدكتور. طب وانا هروح للدكتور ليه؟ انا خلفت قبل كده، وادي هنادي بسم الله ما شاء الله اهي. يعني ايه؟ انا مش راجل؟ انا ما قلتش كده يا سي احمد،
انما هو برضه يا اخويا لما تروح للدكتور يعمل لك تحاليل يكتب لك العلاج اللازم. انا ما اعرفش للدكتور، انا راجل وانت عارف لا افهمه اتنين ما خلفوش، يبقى الست اللي لازم تروح للدكتور، فهمتي؟ لا العفو، عجبتك الاستاكوزا؟ بالهنا والشفا يا جميل. ايه مال صوتك متغير كده؟ ايه زعلانة؟ من ايه كفل الشاب؟ ابدا، بس الخاتم السوليتير بتاعي ضاع. رجعها ورا تروح للكردي. اه بالحق، مفيش حد داخل عليه بيلعبها طويله. انا ولا يهمني. جمهور النادي الاهلي يتوافد بالهدايا مهنئا لفوز ناديه ببطولة الدوري لهذا العام. مبروك للنادي الأهلي. ده 38,000 جنيه. فداية. مرسي يا أحمد. أيوة أيوة أيوة. مش معقول، ده كتير قوي يا أحمد. دي الدنيا بحالها، ما تكترش عليك يا سوزي. بقول لك الفلوس ناقصه 80,000 جنيه، تقولي وايه يعني؟ ده عشان العمر كله يضيع منه 280,000 جنيه في اسبوعين، وتقولي وايه يعني؟ ال 200,000 جنيه اتصرفت في العربيه والفيلا. دول انا عارفاهم، انا بسالك على ال 80,000 جنيه اتصرفوا في ايه؟ لا دي ما اتصرفتش، راحت في شغل. شغل؟ شغل ايه يا اخويا؟ لو انت بتعمل شغل من ورايا. شغلك ايه يا جمالات؟ خبرك ايه؟ انا حر؟ فلوسي وانا حر فيها؟ فلوسك؟ ايوه فلوسي. انت شاب ذكي وطموح يا احمد، وانا شخصيا بتنبأ لك بمستقبل كبير. كل بنفسك يا منصور بيه، 300,000 مرحبا. هو المعلم احمد فين امال؟ انا ليا 3 ايام ما شفتوش، لا جه الشادر ولا حتى عمل تلفون. خير؟ هو في حاجة حصلت؟ العميل غريب بتاع السويس. ماله؟ معلش يزود كمية السمك اللي بيبعتها لينا، وبالأكاد النهاردة نجس 5 طوالي. أصل هو والمعلم عتريس أصحاب قوي، زي ما تقول كده راسين في طاجية. طب اسمع، المعلم احمد بيقول لك زود للعميل غريب 5 جنيه في كل طاوله جمبري و3 جنيه في كل طاوله مكرونه. والزياده دي بس لزومها ايه؟ المعلم احمد كده هيخسر. معلش نفذ اللي قلته لك، المعلم احمد عارف هو بيعمل ايه. انت عايزه تخرب بيتي؟ عايز تجر علي الخراب؟ انا برضو اللي هجر عليك الخراب يا سي احمد. ابا ما لما تخلي سعد يزود المعلم غريب 5 جنيه في طاوله الجمبري و3 جنيه في طاوله المكرونه، تبقى بتعمل ايه؟ بكره تف. الكمية كده تمام يا معلم احمد. تشكر. استنى يا ولد. خد. اقمش. خد. خد يا ولد. تعالى. اه يا حوت. امال فين سمك المعلم عتريس؟ المعلم عتريس له 2 جمبري و3 مكرونة. والمعلم صفوان له 2 و2. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ مش انا اللي بقول لك يا سي فوزي، دي اوامر وانا بنفذها. دلوقتي فهمت يا جمالات. والله ما كانش ده العشم يا معلم غريب. اسمع يا معلم عتريس، هو صحيح انت والمعلمين كلتكم اصحابي ومعارفي، لكن كمان على رأي الانجليز بيزنس از بيزنس، يعني الشغل شغل. ما احنا عارفين ان الشغل شغل. طب ما هو المعلم احمد بعت لي كشف الحساب وفيه زيادة 5 جنيه عنكم كلتكم في كل طاولة جمبري. يا ايه يا معلم، انت هتلف علينا ولا ايه؟ عيب الكلام ده. عيب ايه يا شيخ؟ تعجل. وكمان بعت لي 3 جنيه زيادة في كل طاولة مكرونة. الكلام دي افسرنا ازاي يعني؟ اقول ايه؟ المعلم احمد ده راجل اهبل مثلا؟ ولا اقول انكم ما تاخذونيش يعني؟ قول ان احنا عداك العيب يا معلم غريب. في الحالة دي لو قلت علينا كلنا حرامية محدش هيقدر ياخذك. إذا
تزود 5 جنيه على كل طاولة سمك لكل العملاء اللي عايبونا سمك. ليه؟ انا مش عايز سمكات تنزل في الشادر ده. انا لياني، انا المعلم احمد ابو كامل. ولا ايه ولا؟ ودي حسن فجول. ايه؟ اتفضل يا بيه. يلا يا سعدي. ايوه. خلي الشيالين يدخلوا سمك جوا دكاني. يلا يلا وانت انت وهو يلا. اللي انت عملته ده اكبر غلط. تحارب المعلمين في اكل عيشهم، انت فاكر نفسك ايه يا اخي؟ انا المعلم احمد ابو كامل، اكبر معلم سمك في مصر كلها. محدش قال حاجه، بس كور وسيب الناس تاكل معاك، ما تقطعش ارزاق الناس يا اخي. انا ما قطعتش رزق حد، انا راجل تاجر والتاجر لازم يكسب، وانا عكسك. النهارده انا كسبان 30,000 جنيه ينطحيه رزق وربنا بعتهولي. اقول له بلاش يا ربنا تبعت لابو كامل حاجه عشان جمالات تنبسط. ربنا اللي بعتهولك ولا طمعك اللي خلاك تزود سعر السمك للعملاء عشان كده بعتهولك السمك كله؟ طب وماله؟ طمعي ده شطاره وشغل معلمين كبار، محدش يقدر يعمله في البلد غيري يا جمالات. انا المعلم احمد ابو كامل يا جمالات. زود 5 جنيه على كل طاولة سمك. معقول الجمبري زي الشخم؟ ايوه، لما نشوف اخرتها ايه. زود 5.5 جنيه. زود 6 جنيه. زود 7 جنيه. زود 15 جنيه في كل طاولة يا سعدي. معلم احمد زود، احنا في حرب ولازم نكسبها. مودي الفلوس دي كلها على فين؟ ها؟ بدي اكمل بيها عشان ابعتها للعملاء. تبعتها للعملاء ليه؟ يا مصيبتي، لو انت بتبيع بالخساره وبتدفع الفرق للعملاء من جيبك؟ كنا بجملك تنقطنا بسكاتك، كلامك ماسخ وشايك ماسخ. كلها كم يوم واللي خسرته بالمئات حكسب بالالوف. انا المعلم احمد ابو كامل. فطبعا انتوا بتبيعوا السمك بالغالي وبتكسبوا، وعلشان كده بتبعتوا لنا اسعار مرتفعه. نكسب ايه ونهبب ايه؟ ده احنا بنبعت لكم اسعار عاليه ونبيع باقل منها عشان نقدر نقف في وش المجنون اللي اسمه احمد ابو كامل ده. ده احنا بندفع الفرق بين الاسعار اللي بنبعتها لكم والاسعار اللي هنبيع بيها من جيوبنا. ده انا خسران 10,000 جنيه في اسبوعين. ما دام الحكايه كده، تبقى الفلوس الزياده اللي انتوا بتبعتوها لنا دي حرام. حرام؟ حرام ايه يا حاج عبد الرحيم؟ دي تجاري، وانا عن نفسي هبعت السمك بتاعي للمعلم اللي هيكسبنا اكتر. انت بتساعد على خراب الشادر يا معلم غريب. خلاص انا كيفكم، خربوه على راي المثل علي وعلى اعدائي. انا من بكره هبطل شغل والدكان هجيب ضرفها. زود 10 جنيه في كل طاولة سمك، أما نشوف آخرتها إيه مع المجنون ابن المجانين ده. زود 15 جنيه في كل طاولة يا سعدي. زود، خلي الماسك اللي جوه ده في الدكان زي الباقيين. أنا سبق وقلت ما في السمكات تنزل في الشادر إلا لياني. أنا المعلم أحمد أبو كامل. أنت هتتغدينا في النادي النهاردة؟ أنا وداجي وأحمد. مين أحمد ده؟ هو أنا ما قلتلكوش؟ أو أحمد ده. أمال قلت لنا إنه صعيدي ليه؟ ياي يجنن. عامل زي ممثلة السينما. جرائم النكلاها بتاعت فود. أحمد. إيه يا سوزي؟ كده برضه أسبوعين ما شفتكش. معلش يا سوزي، أصل كنت مشغول قوي. قوي قوي؟ مشغول في حاجة أهم مني. أهم منك؟ معقول؟ ده الدنيا بحالها مش أهم منك يا سوزي. ميرسي يا أحمد. الله، أول مرة أعرف الاسم الجميل بشكل. أمال كنت مشغول في إيه؟ أبدا، كنت مشغول مع معلمين الشادر. لو في حاجة مضايقاك قول لي وأنا أخلي دادي يطربق لك الدنيا. مين دادي ده؟ منصور بيه. منصور بيه؟ متشكرين يا سوزي، أنا قد المضايقات وقدور. ده أنا أحمد أبو كامل يا سوزي.
ياكل منكم عيش يفتح المزاد. باه ده لا قرا فتحه ولا صلى على النبي. قبري لمك مفتري تبقى نهايته قربت. ما فيش حد فيكم عايز يرزق؟ 160 160 في عينك. امشي يا رجل انت امشي امشي. هنبدا مزاد البلطي 3 جنيه 3 جنيه الكيلو 3 جنيه 3 جنيه وشيلن. مفيش حاجة اسمها شيلن. المعلم مطراوي قصدي يقول 3 جنيه ونص 3 جنيه ونص. وخمسة سنين زي بعض. أنا حقبل تزوده بالربع جنيه. المعلم زودي 3 جنيه 75 3 جنيه 75. لا لسه بدري يا رجال. وبعد سبوع واحد اكمل المليون. المليون اللي عمري ما حلمت بيه. وبعده التاني والتاني. مش قوي كده. انت فاكر معلمين الشادر هيسيبوك؟ تبقى بتحلم عشان ابليس في الجنة. خبرك ايه؟ انت معايا ولا معاه؟ انا مع الحق مع الاصول. بلاش طمع. عيش وسيب غيرك يعيش معاك. اسمع كلام انا قلبي عليك. انا ما هسمعش كلام حد. انا هسمع كلام نفسي وبس. انا احكي ابو كامل وبعد الطوفان. كفايه كده يا معلم احمد. كيلو جمبري كده بالجمله ب 20 جنيه. يبقى بنصاعه هنبيعه بكام؟ انا ماليش دعوه يا مطراوي هبيعه بكام. بيعه للي يقدر يدفع ثمنه. واظن دول كتار قوي في البلد اليومين دول. واللي ما معهوش ما يلزموش. مش كده ولا ايه؟ مين هيزود؟ المعلم مطراوي 350 جنيه في طاولة الجمبري. 350 جنيه في طاولة الجمبري. 350 جنيه. مين هيزود؟ مين قال 400 وانا هكسبه؟ محدش ليه عيش؟ ها؟ جنون جبري لمة. خلي بالك من نفسك يا احمد. انت دلوقتي عليك العين. يعني ايه يا منصور بيه؟ يعني البلد بتبصلك على انك رفعت الاسعار وتسببت في موجة الغلاء اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. ابا انا ما رفعتش غير اسعار السمك عشان اقدر اسيطر على الشادر يا بيه. ده صحيح. بس رفعك لاسعار السمك اتسبب في رفع اسعار اللحوم والفراخ وحاجات كتيره تانيه. انت ما بتقراش جرايد ولا ايه؟ على كل حال يا بيه البركه في سعادتك. وعلى راي المثل اللي ليه ظهر ما يضربش على بطنه. وانت ظهرنا يا بيه. ايوه يا احمد. بس الطيار جامد والعاصفه شديده. ولو يا سعاده البيه العاصفه شديده مش شديده سعادتك جده وجدود. بقول لك ايه يا بيه. ايوه انا طالب القرب من سعادتك. طالب ايدي الانسه سوزي. هدفع لها 250,000 جنيه مهر وربع مليون جنيه شبكه. هكتب لها 500,000 جنيه مؤخر صداق. قلت ايه يا منصور بيه؟
مبروك عليك يا عريس الهنا يا عروسة. بعد ما نظفتك وعملتك بني آدم رايح تتجوز على أي حد؟ عملتني بني آدم؟ ليه؟ وانت ربنا اللي عمل الناس ولا ايه؟ تضربني أنا يا كلب يا ابن الكلب. بقول لك اخرصي اخرصي يا جمالات احسن اكسر المركوب ده على دماغك. المركوب ده انا اللي لبسته لك يا حافي. وبعدين معاك فلنتك المطينة بتمني. انت عايزة مني ايه ولا انت؟ عايزك تطلعني طلعني. مش عايزك تطلعني. ما بدناش عايش مع بعض. طلعني. مش لاقي اشوف خلقتك يعني. سكين داهية. مش عايز اشوف خلقتك. طلعني. طيب يا جمالات انت طالقة. سيبني واديني حقي. حقك انت مالكيش حاجه عنده اصلا. لا روح امك. هم قالوا لك عليا مختوم على قفايا ولا دق عصافير. اضربي راسك في الحيط يا جمالات. انت اللي هتضرب راسك في الحيط بعد ما اخد منك حقي يا كلب. بره اطلعي بره بيتك. بيتك بره بيتك يا ابو بيت. ده بيتي انا وفلوسي. بره ده كله انا. بروح انا اخلص عليك. انت انا اللي هخلص عليك يا انا. انت انت طالقة بالتلاتة يا جمالات. انت اللي مش عايش مع كلب وحرامي زيك. التلاتة مرة تعالي برا برا يا زبالة. برا يا زبالة يا ولاد الرفضي. برا بوجودك يا ابو صبيا يحلى السهر بالليل والحلوة بيطوى العمر بنغني عيني يا ليل. بوجودك يا سهر بالليل والحلو بيطوى العمر بنغني عيب يا ليل. المغنى حياة الروح يشفي القلب المجروح. المغنى حياة الروح يشفي القلب المجروح. يلا نرقص ونغني ونعيش بأحلى جنة. يلا نرقص ونغني ونعيش بأحلى جنة. أنا مبسوط بس لأن أعطير من الفرح أعطير من الانبساط. بس ما بقول لك إيه ما فيش رقص قدام حد تاني غير أني. المرة اللي فاتت يوم الحفلة إياها سبتك ترقص قدام الناس عشان ما كنتش بحسبك هتبقي مرضي. بقول لك إيه يا روح قلبي أنا مراتك أه بس مش معنى كده إنك هتستعبدني. يعني إيه؟ يعني أرقص ولا ما أرقصش دي حريتي الشخصية. وإحنا تعرفنا على بعض في حفلة وكان فيها رقص. وانت شخصيا اللي رقصت معايا ليلتها. ايوه بس لا بس ولا ما بسش. انت لازم تغير الافكار اللي في مخك دي عشان تبقى انسان مودرن. وما تنساش يا روح قلبي ان انت متجوز سوزي هانم بنت منصور بيه حامد. مش كده ولا ايه؟ شبع الحمد لله بالهنا. الله يهنيك. والشفا كتر خيرك يا روح قلبي. عاوز تشرب شاي؟ روح قلبك. روح قلبك صح يا جمالات. يا روح دادي يا واحد اسمه المعلم سويلم من طرف سعادتك في الصالون. سويلم بالاذن يا سوزي. واظن بقى كفايه طمع احسن الكيل طفح والصدور هتنفجر.
طب اسمع يا معلم سويله، انا عشان خاطرك هخليكم تفتحوا دكاكينكم واكلكم عيش كلكم، بس على شرط. شرط؟ شرط ايه؟ كل السمك اللي حينزل الشادر هينزل عنداني في دكان اني، واني اللي حد كل معلم منكم حصه يسترزق منها. انت بتقول ايه؟ انت لازم اتجننت، عايز معلمين الشادر يستنوك عشان توزع عليهم الارزاق. ايه مش قدها ولا ايه؟ انا المعلم احمد ابو كامل. لا انت كدها ولا حصلتها. اخبارك ايه يا سويله؟ انت جاي تزعق لي ببيت نسيبه منصور بحامد ولا ايه؟ وزعق لمنصور حامد نفسه. اخرس يا سويله من الكلب يا ظبط، بره البيت المعلمين يا جايب، بره يا ابن الكلب بره. اتفضل يا بيه، اتفضل يا بيه. المرأة دي هتعمل ايه هنا؟ هيقولوا ان الحاج عبد الرحيم هينزل لها سمك. لا عبد الرحيم ولا عبد الجبار ينزلوا سمكة هنا. انا قلت 100 مرة ما في سمكة تنزل في الشادر اللي عندني. حاضر يا معلم. انا احمد ابو كامل. سامع يا سعدي؟ حاضر. انت الجبار يا رب. نفذ اللي قلت لك عليه يا ولد. حاضر يا بيه. قادر يا كريم. ياوي على كل ياوي يا